نقوم بتصميم حزمة مساعدات شاملة من الناتو إلى أوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن أنفسها عن نفسها والتعافي، حيث ستتضمن مبادرات لدعم المؤسسات الأمنية. بالأمس قام الحلفاء حلف شمال الأطلسي بالتعاون في مجموعة الاتصال التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر في دعم حق أوكرانيا في الدفاع عن ذاتها. جورجيا، فنلندا والسويد والاتحاد الأوروبي انضموا أيضا إلى الاجتماع لوزراء دفاع الناتو، ووضحنا أن جميع الدول لديها حق اختيار المصير بدون أي تدخل خارجي. العدوان الروسي يغير الأوضاع، وبالتالي يجب على حلف شمال الأطلسي أن يحافظ على دفاعاته. اليوم الوزراء ناقشوا نطاق المستقبل وخطط المستقبل، وكيف يمكننا أن نعزز التعاون في جميع المناحي حتى نعزز قدراتنا الدفاعية وجاهزيتنا. هذا يعني أن قد يعني انتشاراً أكبر لقوات حلف شمال الأطلسي لتعزيز حضورنا في المنطقة الشرقية، وأيضاً تعزيز الدفاع في الأنظمة الإلكترونية وأنظمة الأسلحة والأخرى. كما قد يكون هناك نشر آخر لقوات أخرى وإعادة توزيع للقوات لدعم الحلفاء لتمكين عمليات تعزيز القوات على نطاق أوسع. عدد من الحلفاء التزموا بالمساهمة في حضورنا القوي في الجانبين الشرقي والغربي، ولكن لا يزال لدينا عمل كثير قبل القمة المرتقبة، وسننتظر المزيد من الإعلانات. إن التعزيز لقوات الردع والدفاع هو أمر ضروري لأمننا، ولكنه ليس مجانيا، وبالتالي ناقش الوزراء أهمية الدعم المالي لهذه القرارات. شهدنا 7 سنوات من زيادة الاستثمارات في مجال الدفاع في أوروبا وكندا، كما قام الحلفاء أيضا بالمساهمة في تمارين الدفاع وسيناريوهات الدفاع، بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا الناشئة للدفاع. الآن حان الوقت لدفع الزخم للاستمرار في منع النزاعات وحماية شعوبنا.